عمري ودنيتي. طب وانا مين؟ انت حبي وحياتي. وانت حبي وعمري كله. اقري الخبر ده. شاب يغتصب فتاة. ايه؟ يهمك قوي الخبر ده؟ قوي. عندي فكرة هتخلي اهلك يوافقوا على جوازنا وابقى في نظرهم الفارس الشجاع. وايه هي الفكرة دي؟ النهاردة تقولي لهم انك راحة عيد ميلاد واحدة صاحبتك. حلو؟ حلو. وبعدين؟ وبعدين بقى لما اقابلك في الديسكو بالليل هفهمك على كل حاجة. عندي فكرة ما تخرش المية. I'm not afraid.
ما يضرش. على فين يا ست الكل؟ مالكش دعوة اطلع على طول. يا ترى ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا حبيبتي يا بنتي؟ دخت عليها السبع دخات، لفت لي اقسام والمستشفيات، ما قدرتش اعطر عليها. يا ريتني ما خليتها تروح عيد الميلاد ده. يا سلام، وتخلفي تقاليد عيله الشربات لي. لا لا، المره دي بقى انت اللي وافقت انها تروح عيد الميلاد ده. وانت كنت من امتى بتسمعي كلامي؟ على ام سالي مهيش عيله. لا سالي لسه صغيره وعيله كمان وتخاف عليها. يا سلام، 25 سنه ولسه عيله وتخاف عليها؟ لا ما حصلتش 25 سنه. انت ناسي ان انا مخلفاها وانا عندي 13 سنه، ولما جيت اتجوزك سننوني عند الدكتور بالاماره. وهما كانوا سننوكي ايه؟ سننوكي عشان يصغروكي. الله، ايه يا فتحي ده انت لسانك بقى طويل قوي. ايوه، من غلب منك انت وبنتك. اتفضلي يا ست هاني. لا بلاش، ايه الحكايه؟ باين عليها ليله مش طالع لها نهار. يا ست هاني مستهدي بالله، ايه اللي بتعمليه ده؟ استر يا رب. عند الناصية الجاية. حاضر. كان شكله ايه كده؟ مش عارف، اصله كان مخدرني يا بابا، مخدرني. طب لونه ايه؟ ابيض اسمر؟ يعني يعني ايه يا بنتي دي؟ يعني انا مش قادره افهم يعني ايه. كان رماد يعني؟ ركزي شويه بابا. مش فاكره يا بابا. ابيض مسمر شويه. تخين ولا رفيع؟ طويل ولا قصير؟ يعني تقريبا متوسط. طب العربية اللي خطفك فيها لونها ايه؟ ماركتها ايه؟ يعني مش فاكرة. اصله كان مخدرني يا بابا. اصله كان مخدرها ساعة الباشا. وهو خدرك قبل ما تركبي ولا بعد ما ركبتي؟ بعد ما ركبت. وحياتك يا بابا بعد ما ركبت. بابا ملوش دعوة، خليكي هنا اهو. سيبك من بابا دلوقتي وخليكي معايا. انت مش شفتي العربية قبل ما يخدرك؟ ايوه يا اوكي. اوكي يا فندم. يا فندم. ايوه يا فندم. كويس، يعني تقدري تعرفي اذا كانت عربيه قديمه ولا جديده؟ يعني قديمه شويه. كويس، لونها ابيض احمر اسود كحلي ذهبي بني؟ اذا كنت انا جوه العربيه يبقى هشوف لونها ازاي بقى؟ يعني ما شفتيش لونها قبل ما تركبي؟ بالراحه عليها شويه ساعات تبقاش. اصله كان مخدرني يا بابا. اصله كان مخدرها ساعات تبقاش. لونها ايه؟ اظن مفيش. هنا اظن اظن ايه؟ هنا في ابيض اسود تقريبا لبني بس كلح شويه. كلح؟ والله انت اللي خليتي عيشتي كلها بقت كلحه. طب ملاك اسكندريه، القاهره، جيزه؟ لا غربيه طبطب. جيزه. طب نمره العربيه كام؟ فكري كويس، حاولي تفتكري اي رقم، لان دي حاجه مهمه خالص. افتكر ثلاثه. على اليمين ولا على الشمال؟ على اليمين. لا على الشمال. لا مظبوط على اليمين. وايه تاني؟ وثلاثه
زيهم من الناحيه الثانيه. يعني العربيه ملاكي جيزه ولونها رمادي وقديمه، والنمره بتاعتها تبتدي بثلاثه من اليمين وثلاثه من الشمال. طب تفتكري اي رقم في الوسط؟ في الوسط؟ ايه بتبصي لي وانا كنت معاكي؟ مش فاكره، هو كان تقريبا في الوسط دايرتين كحكتين. خمستين. خمستين. شاطره شاطره يا حبيبتي الشربطي. طيب في اقوال ثانيه؟ لا مفيش يا فندم، انا بسالها هي. لا مفيش يا فندم. طب اتفضلي امضي على بحر. بكرة الصبح إن شاء الله تكوني عندنا علشان نبعتك الطبيب الشرعي. ليه؟ ما عندنا دكتور العيلة. اسكتي يعني إيه؟ ليه يا فندم؟ ده إجراء قانوني بتتخذه في الحالات اللي زي كده لإثبات حالة الاعتداء عليها وبنضمها على البحر. الهرم نزلت السمان، الهرم نزلت السمان. الوزة بربع جنيه بس انا هطلعها نص اكل. ماشي بس خديها على حسك. يلا الهرم نزلت. تعال حملها وزن. ها حملها وزن وحمير كمان. ادخل. الهرم نزلت السمان. لا ما يغركش يا بلدينا، دي بتسحب وبتقول وبترجع. بس احنا اتنين. لا معلش الكبير ياخد الصغير على حجر. وايه الدخان ده؟ ده التكييف. اركب هتتقف منظر القصب ده. خد خد. عشان الموتور. يابا انت كفايه مص بقى، وقفت حالنا. ايه يا اسطى؟ لا معلش عايزين زقه حلوه كده، اصل الفتيس جديد ولسه بنلينه. يلا يا زيد زقه حلوه كده، خلي بالك من الباب. يلا يا زيد يلا. سيب الوزه سيب الوزه. زقه حلوه كده. ها يلا مع بعض. يلا ماشي. الهرم نزلت السمان. يا جماعة حد منكم يلم الأجرة، ده مجهود ناس. اوعى وشك. لف لف شوية، لف. احنا داخلين على خطر يا حرام. مالك؟ ايه الحكايه؟
احنا هنقضي ليله في قلق ولا ايه؟ معلش يا نانا، العمليه مش بسيطه، دي ملايين. ان ما كنتش هقلق على الملايين هقلق على ايه؟ يا خوفي ولا تكون الابعاديه بتشرب من انا غيرك. انا غيري مفيش، وانتي عارفه ده كويس قوي. اللي بيعرفني ما بيعرفش غيري. انا بس احب لما اعمل العمليه اعملها صح، ما تخرش الميه. ده شيء يفرحني، على الاقل هرتاح من اللي انا فيه. هترتاحي يا نانا، هترتاحي، واسمك هيلعلط قوي بالنيون، نانا كلاب. طيب
اختصار. اختصار؟ ايه اتخضيتوا قوي يعني انتوا بسم الله ما شاء الله ما انتوا تلاقيكوا زباله ورمم وحساله. احنا حساله اه لكن اشراف. ننشد نسرق اه لكن نغتصب لا. ايه نغتصب لا؟ لما دي انت واخده اطلع من نافوخ لحسن اطبقها عليكم. هتعمل ايه يعني؟ نعمل ايه؟ تعالوا ورايا بقى بس ما تقولوش لحد. تعال. الشرعي كل حاجة هتنكشف ومش هيبقى في سبب يخليه يقبلك لو جيت تطلبني. والدي غبي ومش هيفهم حاجة. هيطلع على ابوها. اسمعي اللي بقولك عليه وما تروحيش. يا ستي بيقولك ما تروحيش يبقى ما تروحيش. ريحينا وجعت قلبي. يا اما تروحي وتخلصينا في 60 دقيقة. عملت ايه في الموديلات اللي هنعرضها في المعرض؟ وبعدين انت مصيبة.
تبقى زي لحظة القشطة. رزقك وجهل حد عندك يا ابو حميد. العب لعبتك. وفي الفجر غطى عينيا بحاجة سودا وخدني في عربيته، وبعدين سابني في الشارع بعد ما كان ضيعني ضيعني. لو هجموني عليك لقطه وزمرت رقبتك. ده تهديد علني يا سعادة البي قدامك، أرجو أخذ تعهد عليه. اسمك وسنك ومهنتك؟ أحمد أبو السعد يا فندم، بكالوريوس تجارة جيد جدا. اشتغلت فترة موظف لكن رفضوني لسوء سلوكي، أصلي ما وافقتش لا على اختلاس ولا رشوة، فاتهموني إني شريف ورفضوني. اشتغلت بقى بعدها في الأعمال الحرة. إيه نوع العمل؟ استيراد وتصدير وشحن وتفريخ يا سعادة البي. أنا بستورد ناس من الجيزة أصدرهم لنزلة السمان، وأشحن ناس من نزلة السمان وأصدرهم في الجيزة. ولما يبقى البيزنس ماشي حلو ما شاء الله والسوق سخنة معانا، بنطلع بره بقى اشحن لأليوب والشبرا. الواحد برضو يغير هوا. ما قولك فيما نسب اليك؟ في الواقع انا ما اقدرش انكر كل اللي قالته العزيزة سالي، بمعنى انه حصل بس مش اغتصاب، لان كل اللي حصل برضاها. كذاب كذاب يا بابا. كذاب يا بابا؟ امال ايه اللي صح؟ صح يا عمي ان انا وسالي بنحب بعض من زمان. ايه كذاب كذاب وحقير كمان. سالي خلاص بقى، اخبي لحد امتى؟ الامور لازم تبقى واضحه. خمر اسود ومنيل عليا، ايه ده صبيت؟ تعالي هنا وضح كلامك. اصل سالي فهمتني ان باباها وماماها مش موافقين على جوازنا، وانا اصلي من امكانياتي محدودة، وهي من عيلة واحد شربات الكبير اسمه باشا. حبينا نحطهم امام الامر الواقع عشان يوافقوا على جوازنا، زي ما بيحصل في بعض العائلات. ما تردي. كذاب كذاب يا بابا صدقني. يا سعادة البي، هي مش قالت لك ان راح عيد ميلاد واحدة صاحبتها؟ حصل. وسعادتك اديتها 200 جنيه عشان تشتري هدية؟ تمام. الحمد لله. انا كنت معاكوا ساعتها؟ لا. احمدك يا رب. في الليله دي بقى سعاده البيه جت لي انا، ما هو كان عيد ميلادي انا ماي بيست داي، وجابت معاها 200 جنيه وصرخنا وقعدنا وكان الشيطان ثالثنا. ما حصلش، ما تصدقوش. ودلوقتي يا سعاده الباشا، انا بعلن قدام سعادتك اني مستعد اني اشيل العار عن عيله الشربات لباشا، وصلح غلطتنا واتجوز سالي. ودلوقتي وهنا قدام سعادتك والله على ما اقول شهيد. لا لا مش ممكن. لا ما تلايميها وتسكتي. خدرني يا بابا، وانت اللي خدرتيني. غير كده يا عم، انت ما تقبلش ان ثمرة حبنا يتشرد في الشوارع ونكون احنا السبب في زيادة المتشردين. يهون عليك يا عمي ان ابن بنتك يلمع لك ازاز العربية، ولا يمد ايده في عينيك وانت راكب العربيه ولا الفاي. يهون عليك يا عمي ابن بنتك يمشي في الطين بالليل ويغني ويقول جئت لا اعلم من اين اتيت. يعني انت ما عندكش مانع تتجوز الانسه سالي؟ ودلوقتي حالا ومستعد اكتب كتابي عليها بالشمع الاحمر. يا بابا اللي بيقوله ده ما حصلش. اسكتي. بقولك ايه، هتتجوزيه؟ يعني هتتجوزيه؟ هتتجوزيه ورجلك فوق رقبه اللي خلفوكي. لاحظ انك اتعرفتي عليه واتهمتيه في محضر رسمي، ونكرانك ده يحملك مسؤوليه جنائيه. لا هتتجوزه. لا يا بابا اخلص خالص. انت عايزه ايه؟ عايزه سمره حبوكوا يمشي في الشوارع يقول جئت لا اعلم من اين؟ حضر الظابط هات لنا المأذون. وحياة ولدك مفيش واحد بتاع ورد قريب بقى عشان نزوق العربية، احنا عرسان بقى. ورد يا استاذ؟ اه ورد. لقينا سيادتك تاني شارع عيلتك اليمين. اه على فين؟ ايه اللي على فين؟ على بيتك. شوف يا اخي بتعب بتعب. ايه ده؟ بابا اسمه فتحي. شوف يا فتحي، دي مراتي ولا لا؟ ايوه مراتك. يبقى تروح معايا وتركب معايا. تركب معاك فين؟ تركب عربيتي. ايه عربيتك؟ فين عربيتك دي؟ وراي. ما تسيبنيش يا بابا. اسيبك ازاي؟ دي عربيه، ده صندوق يا زوز. انا مش هرد عليك الاهانه دي دلوقتي. مع السلامه يا فتحي. مع السلامه. انا ما اسيبش بنتي لوحدها ابدا. يعني ايه؟ هركب العربيه اخش
خش وسلك نفسك. سلك نفسك. رجلي ارفع رجلك التانية. دول بهازر يا الله يا هلي في اللفذاله فلا في تلفان. فين باب العربية دي؟ انا عايز اسكت. الباب يركب في الشتاء بس. كده امان. وبرضه ايه يا مهون على الصعب يا رب. تجننت بتكلم العربيه؟ شش لازم اقولها كلمه السر. كله يربط الحزمه وممنوع التدخين. اللي عاوز يدخن العربيه بتدخن لوحدها بشفطه شويه. وحياه والدك زقه صغيره بس عشان البطاريه والجير بوكس جديد يتلينوا. يا ابو حميد مكتوب لك تسعد في النعيم ده كله. والناس هتقول ايه دلوقتي يا هانم؟ اسمحي لي اولا اهديكي زهرة الاوركيد. مش مهم كلام الناس، المهم ان حفيد الشربات لباشا اللي هيجي للدنيا دي وما يعرفش مين ابوه ويمشي يغني يقول جئت لا اعلم من اين ولكني اعلم من اين اتيت. يا ماما ما حصلش، ده كذاب. هو كذاب ولا انت كذابه؟ اللي حصل حصل وانتهينا خلاص. يا حريه حريه وانت بره الاوضه البحريه. لا 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 لا، ليه 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 ليه؟ مش لزوم، بلاش الاوضه البحريه يا حريه يا ابني عشان تقعدوا فيها. لا اسف يا عم. اسف اسف ليه؟ يعني مراتي هتعيش معايا في شقتي. ايه شقتك؟ لا مش ممكن طبعا. شوف العرايس ده عشنا الجميل يا سولة. ايوه طب يا ابني ليه بس ما تقعدوش معانا؟ معلش يا عمي انا ما احبش اكون عال على حد، مراتي لازم تعيش معايا من مكسبي ومن شغلي. فتحي انا مش ممكن اسيب بنتي تتبهدل ابدا. لا انا اسف بقى، معلش دي مراتي شرعا وقانونا وبامر الحكومه ومحدش يجرؤ انه ياخدها مني، وانا كمان ما يهونش عليا بهدلها. بابا. بابا ايه؟ مش انت اللي اخترتيه؟ حفيدة الشربات لي باشا تتجوز من غير زفه ولا فرح. يا سلام، ده اللي تعبت قوي. اسمح لي يا عمي تيزن. ما تقولش تيزن يا حماتي. ولا حماتي قول يا هانم. يا هانم ما هي زفتها في فرحتها في بيتها في عيشتها في زفتها. ماما انت هتسيبيني اروح معاها؟ ما تضطرنيش اسحبك، فاهمه؟ الله، لان ده حقي. ما تفهمها يا عمي. عمي انت نمت، ما تفهميها يا هانم. وبصوت واطي من فضلك. لا اعلي بقى، ده انا الوحيد في الموقف ده اللي صوتي لا يعلو عليه صوت الا. بقول لك يا ابني ما تخليك قاعدين معانا هنا. عن اذنك يا سيد. يلا يا حبيبتي يلا يا سالي. طب لو سمحت من فضلك تطلع تجيب هدوم. لا 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 مفيش عن هدوم، انا عاوزها كده وبعدين انا هجيب لها كل اللي نفسها فيه. ايه انتوا هتسيبوني؟ لا انا حاجة اوصلك. وانا كمان حاجة معاك. تيجي معاك فين؟ انا عايزك. انت عارفه هو هيودينا في انهي داهيه؟ لا
خلاص. عن اذنك يا هاني. صح يا هيزي، تفضل. البيت اللي هتعيش فيه بنتي؟ اه هنا في العمارة دي. طيب مع السلامة انت رئيس. لا بابا. لا بابا ايه؟ بابا هيروح يا اخي. ايوه طب بس يا ابني هطلع اشوفك. ابص. لا لا شوف شوف التعيب ده فرح وجواز بقى. ايه ابني طب اطمن على بنتي هتعيش ازاي؟ اه اطمن يا عمي هتعيش عيشة في مستوى عمرها ما تحلم بيه. يلا يلا تقفل يلا يلا استنى استنى. بقول لها عشان ما حدش يلعب فيها. بابا اتفضلي يا عروس. اهلا 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 بيتك ومطرحك. اتفضلي. ايه بتعمل ايه؟ سيبك الحشرات تصحى لما اجي. انا مش نام. لا تقدر تقول النوم. انت عايز مني ايه؟ انا مش عايز منك حاجة. امال جبتني هنا ليه؟ انا اللي جبتك. انت اللي جبتيني على ملا وشي وبهدلتيني. انا زهقت. لا انا اغتصبتك يا بنت. انتي لا الله. امال ترمي بلاويك عليا ليه؟ انا اسفه. اسفه تعملي عملتك مع واحد صايع وتلبساني انا؟ تقولي لي اسفه التعبان. ماشي. انت عملت كده ليه؟ انا ما عملتش حاجه. ما عملتيش حاجه؟ من فضلك طلقني. طلقك مين يا هاني؟ مش حاجه اسمها طلاق. انا شخصيا ما اخترتش، انت اللي اخترتي، وانا متمسك بقى بالاختيار ده. يعني ايه؟ ده انا انتحر لو لمستني. مين قال لك ان انا هلمسك؟ انت بالنسبه لي زوجه على الورق بس. بجد؟ يعني مش هتلمسني؟ انت عارفه ان مش هلمسك ليه؟ لانك بالنسبه لي زي الروبابيكيا. عارفه يعني ايه الروبابيكيا؟ يعني ايه؟ يعني الزبالة، الحاجة المستهلكة اللي الناس بترميها. مش هفضل بقى طول عمري عايش على اللي بيرميه الناس. شوف يا بنت الناس، هو اتفاق بينا. انت عارفة كويس قوي ان انا ما اغتصبتكيش، ولا عايز اعرف مين اللي اغتصبك. ما حصلش والله والله ما حصل. بقولك ايه ما تدخلينيش في متاهات، انا مش فاضي. خلاص سيبني اروح. على فكرة بلاش تقعد على الكرسي ده لان رجله مكسورة. بعد ما وقعت خليني اروح. هسيبك تروحي بس لو ما ضايقتنيش. بجد؟ بجد. انا بقى كمان هروحك بنفسي على شرط ان هروحك في الوقت اللي حدده انا. صحيح؟ صحيح. قومي بقى كده عشان تروقي نفسك وتفنشر اللحطوش وتفنكش اللحنتوش. ها؟ والبسي بقى في جلاليب وبجمات بالهبل جوه. يلا يلا. خير يا هشام. فتح بيه انا اسف جدا جيت وقت ده، لكن الظروف هي. ظروف ايه؟ في الحقيقه انا مش عارف ابتدي ازاي. بقول لك ايه؟ انا مش ناقص ما توترنيش. فتح بيه انت ولي نعمتي. عفو يا ابني. واللي يجرحك يجرحني. ده بس من اصلك. علشان كده انا جاي النهارده احط ايدي في ايدك واخلصك من الفضيحه. فضيحه؟ فضيحه ايه؟ اه
اه لو اعرف الكلب اللي عمل العمله السودا دي انا كنت قطعته حتت ورميته لكلاب الشارع. كلاب الشارع ايه وتقطيع ايه؟ انا مش فاهم حاجه ابدا. فتحي بيه ارجوك ارجوك ان ينولني الشرف وتقبل جوازي من سالي هانم، رغم ان انا عارف ان ده هيكون لي تاثير على نفسيتي، لاني ما احبش ابدا اكل من طبق غيري اكل منه. الطبق اللي كان منك غيره خد الطبق بحاله ومشي. يعني ايه يا فتحي بيه؟ يعني سالي اتجوزت والليلة دي بايتة في بيت جوزها. جوزها؟ اتجوزت مين وازاي؟ جوزها اللي هي كانت بايتة عنده. ده انا اسود، ده انا بقى ضعت وضع مستقبلي. ما ضاع مستقبلك ولا حاجة، الاطباق كتير، دورت على طبق تاني. مع السلامة. مش ممكن يا ربي. مين دي؟ الأميرة ديانا تاتشر نعيمها الصغير. ايه ده ما بتتغسلش دي؟ بتتغسل يا هاني، بس كتر الصابون هلاها. شفتي؟ بهدلها. يلا يلا علي هدومك، عايزة تحطي في الضرفة الشمال ولا اليمين؟ الفاضية. الاتنين فاضيين. ايه؟ صرصار. بلاش انت الضرفة دي، تاخدي الضرفة اليمين كلها فران. شفتي وقفتك دي بقى هتكتمي نفسه. هو ايه؟ ابني. ايه؟ ابني. انا عندي. تعالي يا معتمي. تعالي يا شكلك ما يدلش على خير. خير؟ ويجي منين الخير؟ مش قادر اصدق اللي حصل. ليه؟ هي العملية خرت مية ولا ايه؟ اتطينت. الطبخة اللي كنت طابخها ومسبكها
يجي لي واحد على البال ولا على الخاطر وياكلها مني. مش قلت لك اللي تكون بتشرب من انا غيرك؟ اتاكلت غصب عنها. ليه؟ ايه اللي حصل؟ الامور ماشيه زي ما انا راسمها بالظبط. يجي واحد في نفس الاوصاف اللي هي قالتها في المحضر وجعان ولقى حته لحمه، لا اصلح غلطتي، لا اتجوزها واتجوزها في الاسم. يبقى خلاص يا حياتي، لازم تنسى. انسى؟ انسى ايه؟ انسى الهلومه اللي عند ابوها ويجي واحد غيري يلهفها؟ مستحيل. امال ناوي تعمل ايه؟ هرسم وخطط الخطة اللي ما تخرش المية. والله في قربك، والله في بارك، حياتي يمكن سليم. أي صباحية مباركة يا عروسة، ايه دي الحلاوة دي؟ مش هنفطر بقى ولا ايه؟ ماليش نفس. يعني ايه مالكيش نفس؟ معقولة؟ خد بالك السفرة جاهزة. ميرسي. العفو. سلكي. اسلك ايه؟ سلكي نفسك عشان اقعد على الكرسي جنبيك، ما احنا ما عندناش غير. يلا كده بسم الله، بسم الله. يلا شويه فول. انا ايه ده؟ ما باكلش الفول. تاخدي بيض؟ ما باكلوش، ما باكلش الحاجات دي. اظن هتقولي لي هات لي همبرجر، هات لي هوت دوجز. يا ريت. ممكن؟ السلام عليكي، ليكي حاجات. يلا يا باشا بالشفه. ميرسي. أرضعه. انت بتهزر. بلاش بلاش، يلا خد شويه فاكهه كده باللي ريقك بيها. ممكن. يلا. ايه ده يا اخي، دمك تقيل بقى. ايه ناشفين؟ طب يلا البس، يلا البس، يلا البس عشان ننزل. هنروح فين؟ ننزل نعمل توصيلتين ثلاثه كده نجيب حق اللقمه بكره. توصيلتين ايه؟ كهربا؟ كهربا مين بالعربيه يا باشا؟ بالنافه نزل في السمان في الديزل. عربيتك انت؟ لا عربية ابوكي. هو في حد يرضى يركبها دي؟ خيي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 
بكرة؟ هاكل بيت. كلي بيت. الله، البيت كله فاضي. فاضي يعني ايه؟ مش رايح، ماليش مزاج. طب وسالي مش هتطمن عليها بدل العك ده؟ العك ده استهان بيعجبني وبيريحني وبحط همي فيه. وسالي؟ سالي مع جوزها مش هياكل؟ يعني ايه؟ حفيرة الشربات لي باشا؟ يو على حفيرة الشربات لي باشا وسليم حفيرة الشربات لي باشا، احنا هنفضل ليل نهار في حفيرة الشربات لي وسايبين منتنا لما بقى حالنا كده؟ يعني ايه؟ ما انت كمان غرقان في شغلك ولا في الزفت دهوت وسايبها؟ ايوه سايبها لك يا استهان، سايبها لك عشان تربيها مش تدلعيها. انا كمان ربيتها تربيه بشوات. ايوه تربيه بشوات، وادي نتيجه تربيه البشوات. انتحدي ست بدريه. يا اهلا وسهلا. ايه النور ده؟ اهلا اهلا. اسمع بقى اما اقول لك، ايجاره ما بتدفعش وسكت وقلت يا بنت ده غلبان، لكن امور المسخره اللي بتحصل في بيتي دي لا والف لا. استغفر الله العظيم، ايه اللي بتقولي ده ست بدريه؟ وحصل ايه؟ المزه اللي عندك. انا عندي مزه؟ والله ما شفت المزه بقالي 20 سنه. مزه ايه؟ انت عارفه كيلو المزه بكام دلوقتي؟ بالشيء الفلاني وكله جربان وصغير قد كده. فين المزه الامريكاني؟ تلاقي واحده قد كده تاكلي فيها سنه ما تقوليش لعدوك عليها. ما تستعبط ليش؟ انا اقصد البيت اللي عندك جوه. اه دي سالي مراتي. وطي صوتك بقى. ولما هي مراتك اوطي صوتي ايه؟ اوعى كده اوعى. بقى سالي بس، اصلها بنتي ناسها اكابر ومش عايزه تعرف ان انا ساكن في حته كلها حوش. ولما هي انت اكابر اتجوزتك على ايه؟ ده كان بتاكل طاقه الصبح 10 ارزاق بقى يا ست بدريه.
بدرية. لا يا اخويا، انك انت كده على 10 جنيه تقول لي اصرفيني يا بدرية. طب ما تخليكي جدعة وتدينا 20 جنيه واقول لك سلفيني يا بدرية. انا ما بسلفش. هو انت يا اخويا تروح تضيع فلوسك في الكلام الفاضي وتقول لي اتجوزتي يا بدرية وما تدينيش حقي؟ حياتك ما معايا غير 3 جنيه اللي فاضلين لي بعد ما بعت الساعة التيفال. من اولها كده بيعتك الساعة التيفال. يا خوفي بكره اجي الاقيك بايع. احمد. ايوه يا سالي. ايوه انا جاي بس بتكلم مع البواب. بواب؟ طب رجلي على رجلي. استني بس عيب كده، هتخش لها اوضه النوم ازاي؟ ما انا اخش لها فين؟ اخش لها الحمام. هو في حمام ولا ليله؟ طب اسكت بقى. بريه. اهلا يا سالي. اي بلاش التك تك دي، ايدك جامده قوي. اسمها سالي، سالي مراتي زي العمده الالي. ست بدريه صاحبة العمارة وصاحبة الشقة والعفش اللي في كل حتة هنا وصاحبتي. مبروك يا حبيبتي، ألف مبروك. خسارتك في المرمطة، من بره الله الله ومن جوه يعلم الله. باين عليها بنت ناس. ايه اللي بنت ناس؟ واحنا احنا اللي ولاد كلب؟ أبدا يا أخويا، ده أنت بنت الشباب. أمين أمين خفية. بتقولوا إيه؟ إيه بقول لها بلا بلا. خليك هنا يا حبيبتي ثانية واحدة. بقولك يا حمادة ومعايا ما فهمك. يلا اندهي قولي. قولي ايه؟ قولي الهرم نزلت السمان. الهرم نزلت السمان. انت بتقولي ايه لنا؟ امال اقول لمين؟ يا بنت للعالم، للناس اللي بره. المام هما دول المام هيركبوا معانا، هيدونا مام نجيب هم. يا مامتي هقول لهم هما مالهم ومالنا. يا بنتي ما هما دول نادي. يعني انت عايزني انادي على الناس اللي بره دول عشان يجي يركبوا معانا؟ ايوه يا روح امي. طيب ما تقول كده. الهرم بليز، الهرم نزلت السمان بليز. ايه يا بنتي مين؟ احنا الهرم نزلت الزمان، خط بيز ده ما اشتراهنا تبع كرداسة. حاضر. يلا انده قولي. حاضر. الهرم نزلت الزمان. اعلي اعلي. الهرم نزلت الزمان. اعلي اعلي. الهرم نزلت الزمان. فلوس يا قلبي. اطلع ابني. حاضر حاضر اتفضل. وجع في عينيك. مش حرام قمر زيك يتبهدل بالشكل ده؟ تتلم يا قمر. ايه؟ تلم وانت على راحنا قلم كده. هات الفلوس. اتفضل. شكل بلا وانت شبه العرس الذكر.
كام؟ 5 جنيه. حلوين. حلوين ده ايه؟ ما يكفونيش قزقزة لب. لب ايه؟ بتقزقزي لب بخمسة جنيه؟ متربية في جبلية القرود؟ يا سن اهو انت. طب اندهي اندهي يلا. الهرم نزلة السمان. لا العكس، احنا وصلنا خلاص. العكس يعني ايه؟ العكس نزلة الهرم سمان الهمهمر. العكس اللي قلتيه. السمان نزلة الهرم. ادخل. صباح الخير يا استاذنا. اهلا يا ابو شعلان. اقعد. هلا مالك؟ شكلك متضايق يعني. هتجنن يا شعلان، العصفوره هتطير من ايدي. كل عقده وليها حلال يا استاذنا. ازاي؟ تفكر. انا ما اتعودتش انهزم يا شعلان. وعمرك ما هتنهزم. على فكره انا قابلت المعلم اللي بتتعامل معاه وبعرف معايا البواكي دي وبيسلف عليك. عايزين نبطل بقى الشغل الفاضي ده واكوش على كله. هيحصل، بس انت روق كده ورتب حساباتك. على سامي. الساعة دي الساعة معاك كام دلوقتي؟ الساعة 2. 2 بالليل؟ في حد برضه عاقل يروح يطمن على عريس وعروسة الساعة 2 بالليل يا راجل؟ أنت إيه عيل؟ يا ابني ما أنا جيت الظهر ما كنتوش موجودين. بكرة هنبقى موجودين. الظهر؟ بس حسك عينك تيجي بالليل أقطع رقبتك. دي بيوت ليها حرمة. طب ما فيش نور للزفت السلم ده؟ كل سلم وله نظامه. تصبح على خير. طب ما عندكش علم الكبريت؟ كل بيت وله نظامه. عندك علم الكبريت؟ كل بيت وله نظامه. احنا هنا عائلات واي ازعاج هجيب لك الشرطه. شرطه؟ حصلت تجيلي شرطه؟ هاي رضا. يلا بينا بقى ناخد لفتين تاني. لا بقى انا مش هشتغل. ليه يا روح ام؟ مت من الجوع. الساعة دلوقتي قربت على 5 ولسه ما اتغديتش. عايز اكل عايز اكل. خلاص هتاكلي. هتوكلني ايه؟ هوكلك اللي عمر اهلك ما وكلهولك. اكيد. مش بذمتك احسن من الكباب؟ لا طبعا. امال بتاكلي وانت مسروق عليه؟ عشان لو جبت لي زلط دلوقتي حكم. تفتحي نفسك بشويه ويسكي. ايه ده؟ هو في ويسكي هنا؟ انت مش عايشه. 2 ويسكي يا بعرف. سكوتش؟ ها؟ سكوتش؟ لا سكوتش. معرفوش. شكرا يا عمنا. ايه ده؟ هو ده الويسكي؟ ما هو ده ويسكي وغلابه. مية ترش على مية سلطة على بهاريز الدقة. بينه وبينك بنضحك على نفسنا بيهم. وانت ما شربتش الويسكي الحقيقي قبل كده؟ لا انا خدت لحظة مرة من ازازة جراند فخديش. ايه؟ جراند فخديش؟ ما انا اشتغلت بالروبابيكيا. بالروبابيكيا؟ امال انا جبت المرسيدس دي منين؟ كل شمي 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 هيعجبك قوي. شمي شمة بس ما ممكن يتشم. فلانين دول بياكلوا فول من ايام محمد علي باشا، ودول كانوا في الجيش الاتراك لغايه من ساعتها وهم قاعدين وعايشين لحد دلوقتي في الوقت ده. بصي
الفرخه بكام؟ ربع جنيه. يا رايق. قومي بينا. الجزمه بكام؟ استنى استنى، ايه ده؟ تمثال؟ تمثال مين ده؟ كاريوكا. وبياكل فول؟ هم دول لقوه في متر الانفاق فمحتفظين بيه لغايه دلوقتي. يا ريت ياكل فول، ده بياخد حقن فقفلت معاه. سنتين شاي نبقى نحبس بيه. لا انا عايز اشرب حاجه ساقعه. هنا الضرر بقى. ضرر؟ لان ثبت علميا ان الحاجه الساقعه بتهضم، ولو هضمنا هنجوع، وهنا الضرر. يعني ايه؟ عمري ما اشرب حاجه ساقعه؟ لا هتشرب. امتى؟ في العيد. الصورة زي الفل والصوت يجنن والالوان هتنطق. فين ده؟ ده لا صوت ولا صورة. ايه؟ طب خش خش روح اوضتي نامي، روح نامي في اوضتك انت، سيبيني انا اتمتع. العب يا بنت. انا بنفس عن اللي جوايا. ايه اللي بتنفس؟ ايه الالفاظ الصوتيه اللي عمال تقولها اليومين دول؟ انا بقول لك ايه، سيبيني انفس معاهم هم. خلاص انت حر، نفس. هتروح لسالي تاني امتى؟ بكره بالفجر. ليه ما تروح لها لنادي؟ لا الدنيا ليل، انا ما اروحش بالليل. لا هتروح لها، يعني هتروح لها. مش رايح. الدنيا ليل ومش رايح. مش رايح مش رايح. يا حته مارونجي لاسيه والاسم الشوكولاته، الشوكولاته ناتا كمان ناتا. سايقه بدلالك ليه يا سالي؟ تا 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 ناتا كمان ناتا. الدلع يدوخ مطاعي، والحمد لله. مش كده يا سالي؟ انا لو كنت اسيب بنتي تعيش هنا ابدا يا
الفابي واحد شاي كده اسطنبول لي حلو. مش عايز زب هتشرب زب. روح روح بسرعه. اهلا اهلا. بقول لك ايه يا عمي، انت تحب تعيش مطعم؟ اي مطعم ايه الالفاظ دي؟ طبعا لا، ولا انا كمان ولا احب اعيش على على غيري. ايوه ايوه بس بنات الناس ذنبهم ايه؟ تمرمطوا معاك ليه؟ بتتمرمط ازاي؟ لا سالي مراتي وتعيش زي عيشتي. يا ابني هي مش متعوده على كده. تتعود وذنبها ايه؟ ذنبها ايه يعني ايه؟ ذنبها ايه يعني ايه؟ ولا انت نسيت اللي حصل في محضر البوليس؟ اذا كنت ناسي افكرك. لا فكرني ولا كده. وبعدين تعيش حسب امكانياته، وسبق قلت لك كده. امكانياتك ايه؟ فين امكانياتك دي يا حبيبي؟ احنا عندنا امكانيات تجنن، بس ما بنتكلمش عشان النقه والارض. بلا نقه بلا كده. عايز ايه؟ يا ابني عايز اقعد. طب ما تقعد يا سادة. يا ريت يا عمي بلاش تقعد على الكرسي ده لحسن الرجل مكسوره. كتر خيرك يا اخوانا قلت لي. اهلا اهلا يا سامي، اتفضل اقعد. يا بنتي خلي البزار احمدي. شويه شاي ببهاريز النعناع. يا ابني انت مش قلت لي ان معاك بكالوريوس سيجاره؟ اي والله صحيح. تاخده؟ لا خليهولك. انا بقول تيجي تشتغل عندي في المصنع وتسكن معانا وبدفع اجرة النوم بتاعت الاوضه. قلت ايه يا سيد؟ خايفه اقول اه تقول انت لا. ها؟ المرتب كام؟ هديك 500 ملطوس في الشهر. يعني كام؟ يعني 500؟ 500 جنيه؟ اه. اوعى. امسك يا بنت. 500 جنيه يا قوم. قوم 500 جنيه ده ايه؟ قوم يا اخويا. 500 جنيه؟ ده انا يعني 15 جنيه في اليوم؟ ده انا بعملهم في طلعه يا راجل. طلعت ايه؟ طلعت راجل. يا عمي انا جايين عقد في السعوديه ب 3000 ريال، ده غير السكن والسياره. خلاص هديك 1000 جنيه. بالسكن؟ بالزبد. والسياره؟ والسياره. والتكييف؟ والتكييف. قلت ايه يا صلصل؟ خايفه اقول اه تقول انت لا. ايه اللي ضرك ده يا بنت؟ خلاص انا موافق. مش ممكن واحده من عيله الشربات اللي تتجوز فتيس كده. انا بنتي لازم يتعمل لها فرح وزف. عيله الشربات اللي برضه لها اسمها. الموضوع ما يستاهلش لايمينها بقى. اسم الشربطلي في الحفظ والصون يا هانم. وانت ايش عرف امثالك بعيلة الشربطلي يا انت؟ ازاي بقى يا هانم؟ في حد ما سمعش عن عيلة الشربطلي باشا؟ ده لو حضرتك عايزاني احكي لك عن تاريخ شجرة العيلة المجيدة اسم اسم انا مستعد. صحيح؟ انت تعرف تاريخ عيلة الشربطلي باشا يا حمادة؟ حمادة؟ طبعا يا قولي عنونة. طبعا يا عنونة. اصل انا فندم انا كمان من عيلة كبيرة قوي قوي، عيلة اصيلة، عيلة مشهورة بالالاطة، عيلة ابو السعد الاليطة. هي عيلة معروفة قوي. صح هي مش مشهورة زي عيلة الشربطلي باشا، انما برضو يمكن سعادتك سمعت عنها. عيلة ابو السعود. ابو السعد يا فندم، ابو السعد الاليطة، عيلة كبيرة قوي قوي. ايوه جدي حكالي عنها مرة وهو واقف يحلق في الحمام. بالظبط، ومن هنا بدأت الالاطة. يا ابن اللوين دي. فتحي اعمل حسابك فرح بنتنا يوم الخميس الجاي. انت مصممه ان احنا نعمل فرح؟ طبعا، هو احنا عيلة اي كلام؟ قدمي الشاي للبي هنا يا دادا، معلقه واحده بس سكر. لا انا اصل احبه سكر زياده. معلقه واحده مفيش غيرها. اشرب. الاستاذ احمد جوز بنتي. اهلا وسهلا، انست وشرفت والله. زي ما اخترت يا فتحي بيه. اسمع يا حسام، استاذ احمد بكالوريوس تجاره، انا عايزك تعرفه نظام الحسابات والمشتريات وتخليه عندك في المكتب معاك. حاضر. اتفضل اتفضل. اتفضل. لا والله اتفضل على مكتبي. لا ما يصحش. عيب.
مش ايوه زي ما انت حضرتك. لا لا اتفضل والله. يا سلام يا سلام، قد ايه هتريحني وتشيل عني عبء كبير قوي. والله انت باين عليك راجل ابن حلال وتستحق العيش. الله يخليك، شكرا. طب انا هستأذن بقى لحسن، عمتي عيانه قوي ولازم اروح اديها الدواء. لا روح انا، روح ما تقلقش ما تشيلش هم، روح اديها الدواء ان شاء الله اطمن عليها. الا العمامات دول، انا كان عندي 7 وماتوا. روح روح يا راجل. شكرا ومسيره للضهار. هيردها لي ازاي؟ افكارك اللي ما تخرش الميه. سوء حظ، لكن لازم افكر في حاجه ثانيه. تاني؟ ما كفايه اللي حصل لي بسبب افكارك دي. معلش يا فندم، انا عارف انك تعبانه. تعبانه دي كلمه قليله قوي، انت مش متصور العذاب اللي انا عايشه فيه. امال انا اعمل ايه؟ اللي وش في وش طول النهار. هو معاك في نفس المكتب؟ ايوه يا ستي، فكره باباك. مش كفايه النار اللي انا فيها، لا كمان جايبهولي في نفس المكتب. لكن قوليلي، طبعا بتناموا في اوضه واحده؟ لا طبعا، ده جوزي على الورق وبس. معقوله تضحكي عليا يا سالي؟ هي دي الحقيقه يا حسام. معقوله واحد يتجوز واحده حلوه زيي ويبقى على الورق وبس؟ حسام انت عارف كويس قوي اني بحبك، ولا يمكن اكون لواحد غيرك. امال بينام فين؟ في الحمام. كنت فين يا هاني؟ وانت مالك انت؟ مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا حبيبتي. يعجبك كده يا عنون هانم واحدة من عيلة الشربات لي ترد على جوزها بالشكل ده؟ لا لا عيب يا سالي، لازم تعتذر لجوزك. ايه؟ ده لما يشوف حلمة ودنه. ايه حلمة ودنه وحلمة مناخيره؟ مين اللي علمت الألفاظ السوقية دي؟ مش عارف ازاي واحدة في عيلة الشربات لي باتشا تقول حلمة ودانه. هو فتحي بس هو ده اللي غاوي الفاظ عجبت الشكل. احكي لي بقى يا حماده، عملوا ايه بقى بعد ما قفشوهم في الجمرك؟ مش عدت الشربات لي باشا؟ ايوه احكي لي كده. هو طبعا اعتذروا لهم لان اتضح انه مش فيديو، كان صندوق صابون. وطبعا هم دلوقتي افراج ورحلوا يصيفوا. فين؟ في اللومان طبعا. الوضع ده هيستمر لامتى؟ انت مش نايمه مرتاحه على سريرك؟ انا ما بتكلمش عن النوم. انا بقى اهم حاجه عندي النوم. اقعد عندك هنا كلمته. ده ليله مطينه الليله دي. انت مش ناوي تطلقني؟ لا. حتى لو عرفت اني بحب غيرك؟ حتى. وتقبلها على نفسك؟ صوري انا اقبل. انت عارف اني ما بحبكش. ان شاء الله ما حبيتيني. ولا عمري هكون مراتك. ان شاء الله ما كنتي. وغصب عن عينك بقى ده في المشمش. اصل انت ما عندكش كرامه. انا اللي ما عنديش؟ نامي يا اختي، نامي، ربنا يهدي سرك. ازاي الحال؟ ايه؟ ازاي الحال؟ بيت فل وعشرة. ايه؟ بيت فل وعشرة. من ساعة حضرتك ما شربت والشغل ماشي زي الساعة تمام. ايه؟ زي الساعة تمام. شكرا. كان بيقول لك ايه؟ وانت مالك؟ انما ايه رأي سعادتك في شعلان؟ شعلان رئيس الوردية؟ اه. والله ايه ده راجل طيب وبقاله معانا سنين ما شفناش منه أي مشاكل وأمانته. والحقيقة احنا ما شفناش عليه أي حاجة خالص. أيوه بس أنا شفت. علي شعلان؟ راجل طيب يا راجل، ما تقولش كده امال. والله في وضع كده في ورديته ما عجبنيش، وانا اتاكدت من دفاتر الانتاج. الله غريبة، شعلان؟ والله لو تحب سعادتك بكرة ان شاء الله على الطبيعة انا بشرح لك كل حاجة وبعدين اهو انت اتصرف. لا يا حبيبي لا، اتصرف انت زي ما انت عاوز، ان شاء الله تسلمه حتى للنيابة. لا يا راجل مش للدرجة دي. على العموم انا هتصرف بطريقتي انا. طب استأذن انا. لا لا استأذن يا راجل، شوية شاي بالنعناع معتبرة دول. ايوه ايه ده؟ لما انا بطلت الشاي. وحياتك يا سالي، وانت عارفة حياتك غالية عندي قد ايه. انا ما نمت طول الليل.
عمتي يا ستي كانت تعبانه قوي، وقعدت اديها في الدواء وفي الحقن، والله لما اتقطع حيلي طول الليل. يا حسام. ايوه عمتي. طيب يا سالي هشوفك في النادي اما اقوم اشوف عمتي عايزه ايه. عاوزة حاجة يا رنا؟ كنت بتكلم مين؟ الأبعدية يا روحي. أنت مش شايف إن حكاية الأبعدية دي طولت شوية يا حياتي؟ هانت يا حياتي. ما أنت بقالك 30 معلقني على كلمة هانت دي. لا المرة دي هانت. الكرة في رجلي وبلعب في الدقايق الأخيرة. خايفة يا حياتي لا تكون بتلعب في الوقت الضايع. أبداً. استني الحكم يصفر. وساعتها اتلم على اموال الابعاديه كلها واقدمهم لشبكه روحي. اعمل ايه؟ بحبك ومش قادر اكرهك، بصدقك ومش هين عليا كدب. عليا بعد ما تخلص في المكتب. ها حاضر. ايوه حاضر. وكل يوم يثبت نفسه اكتر لدرجه انه قدر يقنع بابا ان عمي شعلان حرامي. عمي شعلان؟ اه تصور. ووالدك صدقه؟ وده اللي مجنني يا حسام. انا تعبت قوي، ما بقتش قادره استحمل اكتر من كده. لازم نشوف حل للحكايه دي. لازم. هو مفيش غير حل واحد، ان احنا نسرقه زي ما سرقنا. اسرق؟ معقول يا بيه؟ اسرق الراجل اللي بقالي معاه 25 سنة؟ ما تقولش الكلام ده يا بيه، انا مش حرام. ده سرق مني ومنك عمرنا وسعادتنا، يبقى ما نعمل أي حاجة مش حرام. أنت إزاي تطلب مني طلب زي ده حسام؟ وأنا وشرفي؟ ده شرفه هو، وهو اللي سرقنا. شرف؟ شرفك إيه يا أبو شرف؟ أنت جدع هتحلل الحرام. يا بيه ده التالف اللي بقى بينتج مصنع، باخد بيه تصريح وأدفع ثمنه. صدقني يا بيه بدفع ثمن المصنع. اولا انا مش بيه، انت ما تجربش اللبس اللي لابسه. انا صايع صايع وتربيه شوارع. عارف يعني ايه تربيه شوارع؟ وابص في الجدع اعرف اذا كان سليم ولا حرامي. انت وشك ده حرامي. اسمع كلامي، اسمع كلامي، انا بنصحك. نسبه التالف في ورديتك زياده، واللي بتاخده على انه تالف في بضاعه خام لسه ما اتلمستش. بقول لك ايه، انت سيبك من الموضوع ده خالص. اللي تشوفه بيه، انت لا ليك دعوه بتالف ولا انتاج ولا نيله، انت مجرد عامل بتشتغل وبس. حاضر يا بيه. كمان التالف ده كله يتجمع ويتباع بمزاد بمعرفتي. ماشي يا بيه. يا ريت تصحى معايا وتفوق لاحطك في دماغي واتعبك. مفهوم؟ مفهوم يا بيه. ما تبقاش تاكل بصل. ايوه بس كان لازم تسلمه النيابه او تطرده. يبقى احنا الخسرانين. ازاي؟ يا السرقه كانت بتتم بطريقه رسمي صعب اثباتها، ولو طردناه يبقى هنخسر قسط قديم له صنعته ومهارته. ايوه ايوه بس ده حرامي. كان حرامي، دلوقتي وانا قاعد له ما يقدرش يمد ايده على مسمار. يا سلام يا سلام يا سلام عليك يا جوز بنتي. انت كنت فين من زمان؟ في العربيه يا عمي. تاخد بقى شويه قهوه يوزنوا دماغك. يا ريت. يا حريه. لا حريه مين؟ شوية قهوة محوجين بالزعتر يعدلوا نفوخك. فيهم زعتر دول؟ اه. ايه ده؟ انت ما دريتش مش انا بطلت القهوة؟ لما انت واثق ان عمي شعلان حرامي وغلطان، ليه ما بلغتش عنه بدل الكلام الفاضي اللي انت قلته لبابا؟ كلام فاضي؟ كون ان اصل حل واحد يبقى كلام فاضي؟ مدام غلطان يتحمل النتيجة. ومين ما بيغلطش يا مدام؟ عامل لي مصلح اجتماعي حضرتك. لا مصلح ولا مفسد. كل ما في الامر ان انا ما احبش اقطع عيش حد حتى لو كان حرامي. لان دقت قسوة الجوع. اه. يبقى سبته بقى عشان من عينتك. واطي. اه من عينتي. مطحون زي مش واطي. إذا كان هو الشيطان ضحك عليه وغلبه وسرق، أنا بقى الشيطان ما ضحكش عليا وغلبني وما سرقتش. طب وأنا؟ مش سرقتني؟
ما تسويش حاجه في سوق البنات عشان اسرقك. روحي دوري على اللي سرقك يا مدام. يا مدام مش حاجة في سوق البنات عشان اسرقك. دوري على اللي سرقك يا مدام. يا مدام. شوبر جهار. شوبر ايه؟ انت مش عارف تلعب ولا ايه؟ امال ايه دي؟ ده العسكري، ده اللي ياكل كله. ايه عملتي ايه يا وليدي؟ برضه مش عايزة تاكل. مش عايزة تاكل. بنتي دي محيراني خالص. أنا بفكر أعرضها على طبيب نفساني. ولا نفساني ولا بيطري، أنا أعرف أوكلها عن إذنكم. كش مالك؟ أنا كاشش جاهز. أها. أنا مش هاكل حاجة. طبعًا، ليكي حق تتدلعي. أنا ما بتدلعش، أنا عيان. عيان عايش شبعانين. يا سلام. هو في عيل الشبعانين وعيل الجعانين؟ طبعا يا هانم، اكل العيانين ده اللي بتقول عليه. لو كنت كلته مره وانا عيان كان زماني بقيت زي الحصان. وانت كنت بتاكل ايه بقى وانت عيان يا فيلسوف؟ ولا حاجه، كان ليا خير كل ما جوع يجوع وتصحوا، فكنت بجوع بس عمري ما صحيت. يعني عشت طول عمرك جعان؟ مش قوي يعني، بس خالي ده ظريف قوي، كل ما اقول له جعان قال لي شد الحزام، يا خالي جعان يقول لي شد الحزام، فضلت اشد وهو يشد، قعدنا احنا الاثنين نشد، لحد ما الحزام قرص عليه فمات، وانا ديني بقاوح. ها؟ ان شاء الله يكون الاكل عجبك. انت بقى حضرتك تغسلي الصحون، وانا سايب لك العظمه اهو، لو جعتي. ايه يا فتحي ده اتاخر قوي، كل ده بياكلها يا ستي؟ بشرة خير جايز كلت اهو. ها خير كلت وانبسطت وترعرعت. الحمد لله الحمد لله. ما عندكوش حاجه مهضمه؟ مهضمه الو يا عبد الغفار، البضاعه وصلت في المينا؟ طيب انا هتصرف، اسافر انا بقى عشان اخلص عليها زي كل مره. لا معلش، ممكن اسافر انا المره دي. هتقدر تخلص عليها؟ ما اظنش. لا اظن قوي، ده انا اخلص عليها وعلى ابوها كمان. طيب سافر انت. شكرا. يبقى سافل يا عيني يا عيني على الالفاظ اللي بتنقط شربات يا حفيدة الشربات لباشا. انت رايح فين الساعة دي؟ انا نازل اسكندرية عندي شغل، عايزة حاجة؟ ايوه، عايزك ترجع المكتبة على السرير زي ما كانت. اوكي. ايه
الرساله فوق مكتبي. المرتبة في الحمام. يا سلام، تنام على الارض، تيجي تاخدها وتصحيني. ما انا حبيتش عليك. تقوم تنام جنبي. وين ده؟ ايه اللي حصل يعني؟ كلت منك حتة؟ انا عارفة بقى، كلت ولا ما كلتش وانا نايمة؟ لا اختي ما تخافيش وما تقلقيش، بس كنت ما لمستكيش جبتلي مصيبة وخليت الداخلية كلها مسكتني. امال لو كان حصل هتخلي مين يمسكني؟ قوات الطوارئ الدولية؟ طب قوم قوم فز من هنا، قوم. يلا قوم. هتزلونا في حته سرير. هي رايحتي. ايه ده؟ انت هتقعد؟ اتفضلي. ايه ده؟ خاتم هديه، يعني زي اي زوج لما بيجيب لزوجته هديه وهو مسافر عشان ما يبقاش شكلها وحش قدام اللي خلفوكي. شوفي بس، شوفي. يا سلام، ما تحبكيهاش قوي، ما انت كنت نايمه جنب طول الليل. اصلك سافر. هو ده. اقعدي بالعافية. الو، اهلا، صباح الخير يا حسام. اقول لك ايه، عايزك تجيلي حاجه على البسين في انتركونتيننتال سمرابيل. لما تيجي هتعرف المره دي فكره ما تخرش الميه. ما انت كل مره بتقول كده يا حسام. حاضر، على العموم هاجي لك الساعه 1:15. خلاص سيبه هنا. وانا الو، هو انت تاني يا بتاع الجغرافيا؟ انا عايزك تجيلي عشان افرجك على احلى متعه في حياتك. تجيلي الساعه 1:15 بالظبط في سميراميس انتر كونتيننتال عشان تشوف سالي هانم حياتي وروحي وهي معايا. بقول لك ايه، يا تلاقيني على البسين يا تلاقينا في كابينه 401.
شوي. لا ما قالتش رايحه فين. فين اللي ده والله؟ ازاي؟ ما ينفعش الكلام هنا. تعالي وانا هقول لك. على فين؟ ما تخافيش. تعالي. هتوديني فين بقى؟ ما تخافيش يا سامي، مش خايفة مني. احنا انت جايبني هنا ليه بس؟ ما تخافيش، ثلاث دقايق بس. المرة دي فكرتي مش هتخر المية. ولا اسال واحد كبير؟ ما انا كبير. انت الكبير؟ امال الصغير يبقى ايه؟ تقصد ايه حسام؟ بتهزري، انا بتعدي بسالي وانت معايا، انا بحبك. الله، انت اتجننت ولا ايه يا حسام؟ احمد، ده بقى الكلب اللي سرق كرامتي بل ودك عليا؟ الكلب اللي سرق حاجة غيره، وانت سرقتها مني وكنا هنتجوز. ما حصلش حاجة يا احمد، شعلان على تقيل قوي. ايه ده؟ حسام حرامي؟ حسام رئيس العصابه يا باشا، شعلان شغال حسابه. الله الله الله، ده انا كنت نايم على وداني بس. ما تقلقش، وغلاوتك لخلصك من حسام وشعلان وامثالهم وكل من تسول نفسه انه يتلاعب بيك. انت مين؟ ده انت غلبان، ده انت حمايه نزيب يعني. طبعا. اسيبك دلوقتي. بالسلامه. انام على مرتبه فيها ريحتك. ما دام مش طايق ريحتي يبقى تطلعني. عشان تتجوزي الحيوان بتاعك. انا لا عايزه اتجوزه ولا اتجوز غيره. انا خلاص زهقت من حياتي كلها. زهقت. انت اللي عملتي في نفسك كده. عملت ايه؟ ما كانتش كذبه كدبتها دي. هعيش طول عمري ادفع ثمنها. واللي شفته بعينيا ده كان كذب. كذب كذب كذب. واللي قبله واللي رميته بلويته عليا كان كذب. برضه كذب. وانت حر بقى
تصدق او ما تصدقش انا خلاص تعبت تعبت تعبت. انت عايز ايه تاني يا حسام؟ مش كفايه انك لوثت سمعتي؟ المرة دي بقى هلوث سمعته هو وهيتهد قدام الجميع. انا عندي فكرة ما تخرش المية. كفاية قوي كده، انا غرقت من كتر افكارك دي. ايه رأيك لو اقول انه طردني عشان ظبطته بيسرق الخزنة؟ دي السلام، ومين اللي هيصدقك؟ الكل هيصدقني، لان الخزنة هتسرق فعلا، وانا دلوقتي بعيد عن المصنع، هو اللي مسؤول عن المشتريات والمخزن. حسام انت ناوي على ايه؟ مطلوب منك حاجتين بالعدد. ايه هم؟ هقولك. الحاجة الأولى الفلوس المسروقة هتحطيها وسط هدومه. الحاجة التانية لما يستدعوكي في التحقيق هتقولي قمت بالليل ما لقيتهوش نايم جنبي. يعني ايه؟ عايزني اتهم زور؟ هي أول مرة؟ ما انت اتهمتيه زور قبل كده لما قلت انه اغتصبني. ما هي كانت فكرتك يا حسام، وادي نتيجتها اني اتجوزت. المره دي هتتطلقي، ما تنسيش قمت بالليل ما لقيتهوش نايم جنبي. مفهوم؟ مفهوم يا استاذه. الساعه 3 بعد نص الليل تفتح الباب الورامي، بعديها بنص ساعه تطلع لي المكتب. حاضر يا استاذ. قبل 10 الصبح ما تتكلمش في النيابة. حاضر، بس ليه؟ عشان نكون حطينا الفلوس في دولاب بسلامته. ماشي يا استاذ. خمسين ألف. الله، حلوين قوي. كفاية كده بقى. كفاية كده ايه يا عبيطة؟ دول التقلية اللي هيترشوا على الفاتح. طب ما احنا كده حلوين. احنا كده نبقى خايبين. المبلغ ده وبإيدين الأبعادية الصبح يتحط في دولاب بسلامته، والظهر يتقبض على بسلامته، والعصر يطلق بسلامته، والمغرب أتقدم بسلامتي واخدها من أبوها. وفي العشاء؟ العشاء اكون اتلميت على الهبرة ونتعشى بيها انا وانت يا جميل. حقيقي انت اللي زيك مفيش. انا احب لما اعمل حاجة ما تخرش المية. يا سعادة الكبير، استاذ احمد هو اللي سرق الخزنة. انا؟ ايوه. انا سرق؟ انت اتجننت يا شعلان؟ ايوه، ولما شفتك غطيني على المات. انا؟ ايه اللي بتقوله ده يا شعلان؟ انت اتجننت؟ لا يا عاد، وسابق قبل كده اتفق معايا نسرق ونقسم سوا، ولما رفضت طلعني حرام. ده انا؟ ايوه، بأمرت لما مسكتني مليار بالقميص وقلت لي خد بالك لحطك في دماغك. يا سعاده البيه، هو بيقول الكلام ده عشان انا ظبطته وهو بيسرق الانتاج وبيبيعه على انه تالف، وانا ما رضيتش افرده رحمه باولاده. استاذ احمد، بالتحديد الساعه 3:30 انت كنت فين؟ نايم في بيتي طبعا. ومتاكد انك كنت نايم في سريرك؟ لا، ما كانش نايم في سريره. سايف؟ تيجي جنبك يا بنتي. جاي اقول الحقيقه. انت تعرفي حاجه عن الموضوع ده؟ ايوه. سعاده البي، سالي المدام بتاعتي. حضرتك بتقولي انه ما كانش نايم في السرير؟ ايوه، ما كانش نايم في سريره. سمعت يا سعاده البي، هو اللي سرق. ايه رايك يا استاذ احمد؟ خلاص يا سعاده البي، اذا كانت سالي موافقه على كده يبقى انا اللي سرقت. ايوه، ما كانش نايم في سريره. بس احمد عمره ما سرق، حتى الحاجه اللي بيملكها ما سرقهاش. ليه يا حاج ده بقى؟ بس حضرتك بتقولي انه ما كانش نايم جنبك. وعمره ما نام على السرير من يوم ما اتجوزت. غريبه، امال بينام فين؟
في الحمام. نعم في الحمام. صحيح الكلام ده؟ ساعات من غير سيفون، قصدي من غير مرتبة. وشعلان عارف كويس ان حسام هو اللي سرق. مين حسام ده؟ كان موظف عندي والاستاذ احمد طلبه لسوء سلوكه. حسام فين دلوقتي؟ انا هقول لك حسام فين دلوقتي. حصل في حاجه لمؤاخذه يا قلبي؟ يا جماعه اطلع هاتك. السماعه